مع الناشدين الوطنيين اللبناني والسوري بنفتتح طبعا مباراة الرياضي والوثبة مباشرة. مشاهدينا بحييكم من صالة مكتوم بن محمد المكتوم بإمارة دبي مع دوري دبي ال31 لكرة السلة، اليوم الأخير بالمباريات تصفيات المجموعتين. الرياضي المتأهل من صدارة المجموعة الأولى حسم صدارة المجموعة الأولى، الرياضي صعب 8 نقاط بهالمجموعة يلي تفوقها كل الفرق يلي واجهته 4 مباريات 4 انتصارات لبطل لبنان ولا حامل لقب دوري دبي. بيغيب الرياضي بيرجع الرياضي بيبقى الأقوى طبعا على أرض الملعب، هيدا الأمر أكده لحد هالوقت بالدورة الفريق الوحيد يلي طبعا إلى جانب مايتي سبورتس الفلبيني ما تلقى أي خسارة. والرياضي اليوم عم يخوض مباراة تحصيل حاصل فيه يسميها أمام الوثبة السوري يلي طبعا قدر يحقق انتصار واحد من 3 مباريات بهالدوره، وراح يكون عنده دافع كبير اليوم ليقدر يحقق نتيجه جيده ويعزز اماله بالتاهل الى الدور الربع النهائي. اذا انطلاق المباراه بوزيشن حاليا مع ميغيل مارتينيز. الرياضي اليوم عم يبلش بتشكيله بتتالف من دارين تاونز، ميغيل مارتينيز، بلال طبارة، مازن منيمي وهايك كيوكشيان. اكيد الروتيشن كبيره رح تكون اليوم بالنسبه للمدرب احمد فران يلي عم يريح مفاتيحه الاساسيه ببدايه المباراه، بالوقت يلي بلال طبارة بياخذ الشوط من برا وبيسجل الطبارة بطريقه حلوه كثير. اول 3 نقاط بمباراه اليوم من نصيب النادي الرياضي مع بلال طبارة اللي ضرب من المسافه البعيده، محاوله للرد بالجهه المقابله، ايضا بلال عم ياخذ الريباوند، بدايه جيده لبلال بالمباراه، برافو يا بلال. مازن منيمي مره جديده عم ياخذ ثقه احمد فران وعم بيكون موجود بالتشكيله الاساسيه مع ميغيل عم يسجل من المسافه المتوسطه. ايضا كمان اليوم ميغيل عم ببلش الجيم، يعني مقارنه بالمباراه تبع امبارح يلي لعبها الرياضي امام وبس، الوحيد يلي عم يبلش من ستارتنج 5 هو مازن منيمي. محاولة من عمر الأيوبي اللاعب اللبناني الأجنبي بصفوف الفريق السوري اللي بيحمل أيضا الجنسية البلغارية يلي عم يعتبروه كلاعب بلغاري، مسجل كلاعب بلغاري بدوري دبي ال31. هون في ستيل وانطلاق من جيرمي كويسنارد وهايك كيوكشيان بدون أي ضغط بيد الكرة جيرمي كويسنارد يسجل 2 نقطة. عم يبلش بزكريا الحسين، عامر الساطي، عمر الايوبي، مارسيلو كوريا وجيرمي كويسنارد. المدرب عزام الحسين مدرب الفريق السوري. الرياضي متقدم ببدايه المباراه كان بفارق سله، انما سله كويسنارد كانت عم تعادل الارقام على النقطه الخامسه. الاتحاد السكندري تقلكم شو جو هالمجموعه، الاتحاد السكندري وقبل بدايه المباراه بالتحديد كان عم يفوز على AUD الجامعه الامريكيه بدبي 84-66 وعم يصير رصيده 7 نقاط مثله مثل السله المغربي يلي كان عم بيفوز ايضا على هوبس بافتتاح مباريات اليوم. داريان تاونز عم يحط 2 جداد للرياضي، واكيد بكره رح يكون نهار حاسم على صعيد المجموعه. ارجع احكي بالحسابات، حسابات النقاط وحسابات المجموعه عندما تسلح الفرصه، بالوقت يلي مارسيلو كوريا واحد من نجوم الوثبة السوري بيبرم ما بيسجل البرازيلي السوري. هايك اخذ الريباوند، انطلاقه مع ميغيل لهايك كيوكشيان، حلو كثير من هايك، عم يطلع على السله ما بيسجل هايك، الريباوند عم بيكون سوري هالمره. يعني ما حيحطوا كثير بريشر على حالهم، لاعبي الرياضي بهالمباراه، هيدا الامر انا اكيد منه. مع بلال طبارة، بلال لهايك بمواجهه دفاع المنطقه، الزون ديفنس اللي عم يعتمده الفريق السوري. بلال بجرب يخترع، حلو كثير يا بلال، حلو كثير كيف دخل بلال على عامر الساطي، زي ما سجل لكن شوفوا حتى احمد فران عم يزقف له لبلال طبارة على الشيء اللي عملوه، وكثير حلو كان بلال. جيرمي كويسنارد، بجرب يخترق جيرمي كويسنارد وفي خطا لمصلحه جيرمي كويسنارد. كنا عم نحكي عن حسابات المجموعه، بما انه الاتحاد السكندري صار عنده 7 نقاط وسلا المغربي صار عنده 7 نقاط، في حال اليوم الرياضي فاز على الوثبه راح يكون قدم خدمه كثير كبيره لهوبس، لانه هوبس عنده 6 نقاط والوثبه راح يصير عنده 5 نقاط. وبكره بيلعب الوثبه، بيلعب هوبس مع الجامعه الامريكيه وبيلعب السلا مع الوثبه، مباراه صعبه اكيد على الفريق السوري، لانه طبعا سلا بده يجرب يضمن المركز الثاني اللي بيساعده اكيد بالدور ربع النهائي يكون بمواجهه فريق بمتناوله الى حد ما. جيرمي كويسنارد بمحاوله جديده للرياضي ما بيقدروا يسجلوها. 7-5 النتيجه، اكيد مباراه منتظره بعد اللقاء. جيرمي بياخذ الاوبن شوت من برا ما بيسجل جيرمي. طبارة عم يلتقط الريباوند، أمر الأيوبي بيروت رح يلعب مع مايتي سبورتس الفلبيني واحد من الفرق المرشحه للفوز بلقب دوري دبي ال31 مايتي سبورتس. اكيد مباراه منا سهله على بيروت، المطالبه ايضا بالفوز، عنده انتصار واحد وخسارتين فريق بيروت. مازن منيمي ما بيسجل، بلال طباره مره جديده عم ياخذ الريمود الهجومي، عم يعطي فرصه جديده للرياضي بهالمباراه وبهالهجمه بالتحديد مع مازن. لا بلال بايده الشمال بجرب يدخل بلال، حلو كيف طلع على السله بلال، عم يطالب بالخطا بالوقت يلي الايوبي عم يروح بالباس بريكس السريعه، الايوبي لبرا والمحاوله مع زكريا الحسين يلي عم بيسجل، زكريا ومره جديده الوثبه عم يعادل النتيجه. اكيد ما عنده شيء يخسره الفريق السوري، والاكيد عنده الكثير يربحوا اذا حقق نتيجه طيبه، اذا حقق نتيجه ايجابيه بمباراه اليوم. هيدا امر محسوب بالنسبه للوثبه السوري، بالوقت يلي بلال طباره بجرب يسجل من مسافه بعيده ما بيجي على الامر، ومثل العاده عمر الايوبي عم يروح بالفاس بريك الفاس عم يكون للساتي، لكن لوين رايح يا الساتي؟ في طبعا هايك كيوكشيان على التغطيه، عتمت على الساتي، ما شاف شيء الساتي، ما شاف الا البلوك شوت يلي عمله هايك كيوكشيان. ممتاز ممتاز هايك بالبلوك يلي عمله من برا جيرمي كويسنارد. مارسيلو كوريا لبرا من جديد، زكريا الحسين بياخذ المحاوله البعيده كمان ما بيسجلها. برافو الريباوند، برافو الوجود تحت السله بالنسبه للاعبي الرياضي مع ميغال، بجرب يخترق وبيطلع وبيسجل ميغو. مباراته لميغال اليوم 4 نقاط لصانع العاب النادي الرياضي، صانع العاب النادي الرياضي عم يقدم بدايه مباراه طريه. ميغال مارتينيز عم يمنح التقدم للفريق البيروتي مره جديده مع الساطي، بجرب يخترق السل الساطي وبتسجل مع البورد. حلوه المره من عمرو الساطي، عوض بالتاكيد المواجهه الصعبه اللي كانت له من لحظات بمواجهه هايك. طبعا من جديد الزون ديفنس يلي عم يعتمده الفريق السوري ممكن يعطينا اكيد الفرصه، يكون عندنا محاولات من برا مع الايوبي، بسلم الساطي تعرض للاصابه على ما يبدو الايوبي، وهايك المره عم يرتكب الخطا على الساطي. كل السلامات لعمر الايوبي لاعب نادي المتحد طرابلس السابق. بالاعاده مره جديده هون هايك بمحاوله لايقاف الساطي، كان عم يرتكب الخطا. تعادل على نقطة 9 مرة جديدة، وتو شوتس لعامر الساتي. عامر عم ينجح انه يسجل بكثير من التركيز وبكثير من الحظ ايضا. نجح عامر الساتي بتسجيل محاولتين. ميغال مازن منيمني مره جديده، هايك بيعمل الفيك بجرب يدخل على السله. هايك كيوكشيان حلو كثير يا هايك، حلو كثير يا هايك، شو ذكي كيف شفته لداريان تاونز ما بعرف، كيف شفته من بين الكل، ما معقول، ما معقول الباس، ما معقول الاسيست يلي عمله هايك كيوكشيان. بالفعل يدرس تمريره هايك كيوكشيان ولا اروع كانت، حلو كثير يا هايك. مباراة بعد أخرى عم نشوف هايك كيوكشيان بمستوى عالي، هو يلي حاليا عم ينطلق بالطابة مواجهة 3 لاعبين، ما فيكم تمنعوه، ما فيكم توقفوه، وخصوصا إذا كان داريان تاونز بظهره. العملاق الأمريكي اليوم عم بيأمن هايك كيوكشيان وما بيقدر أبدا إلا ما يأمن سلاته. شوفوا بالإعادة هون هايك بقدر يسجل، أمنا داريان تاونز بنقطة 6 أيضا. أند 1 لداريان تاونز، ما بيسجل داريان لكنه عم ياخذ الفرصه الثانيه وعم يطلع بايده الشمال، ما بيسجل ايضا. دعانا يا داريان، دعانا يا داريان، كان عندنا فرصه نرفع الفارق ل4 نقاط ونسجل النقطه ال15. جيرمي كويستر الايوبي، دائما جيرمي هو يلي عم يطلع الطابه من ناحيه الفريق السوري. عمر الايوبي مواجهه هايك، المواجهه الصعبه لانه هايك باحلى ايامه اليوم، لكن الايوبي ما في شيء عليه صعب. اللاعب اللبناني عم يسجل ثلاثيته الثانيه، از اون فاير الايوبي اليوم، منه هين ابدا. عمر الايوبي مركز بشكل كثير كبير، عنده شيء يقدمه، عنده شيء يقوله بهالمباراه، الامر الواضح. بالوقت يلي الايوبي مره جديده بيطلع على السله وبيسجل. مباراه ممتازه لعمر الايوبي بلا استثناء، 8 نقاط لعمر الايوبي و16 نقطه للوثبه. احمد فران عم يحضر تشكيل جديد، هشام الحلو، رودريج عقل، وباسل البوجي هن اللي رح يدخلوا بعد لحظات بالوقت يلي هايك عنده 5 ثواني لتنفيذ الهجمه. هايك بقرر يخترق ويطلع على الزال. عم يعترض هايك على القرار. هشام الحلو، رودريج عم يدخل، وايضا باسل البوجي، ميغال بلال طبارة وهايك خارج ارض الملعب على البنش مطرح ما موجود بعده قائد الرياضي جو عبد النور يلي عم يفتقد له الفريق بهالدوره بعد تعرضه اكيد لاصابه بالركبه وعدم شفائه منها. كل السلامات لجون. نرجع نشوفه على ارض الملعب مع جيريمي كويسنارد. جيريمي لعامر الساطي بياخذ له اوبن شوت من برا، عامر ما بيسجل. هشام سريعا لعب نادي اطلس يلي انضم مثله مثل مازن منايمة للرياضي بالوقت يلي رودريج من بيبلوس الى الرياضي. هشام ايضا كان ضمن تشكيله فريق ابناء المناره في بطوله الانديه الاسيويه. بوزيشن رح تبقى لبنانيه. يدوي هشام الحلو بلاير نمبر 2 نشوف عم يمنع على الملعب، وايضا احمد فران بتعليماته قد ايه من اللاعبين وثلاث دقائق هو الفارق. رودريج لبرا لعند مازن، مازن منايمني بقرر يخترق. مازن منايمني لعند باسل البوجي بميد رينج الشوط ما بيسجلها، لكن مين غيره موجود على الريباوند. من جديد نقطتين لداريان تاونز، 8 نقاط لداريان تحت السله. انستوببل داريان تاونز، رائع جدا يلي عم يعمله. 8 نقاط للايوبي، 8 نقاط لداريان تاونز اللي عنده ايضا 5 ريباوندز اليوم. مرتاح مايك فيبرا على البنش، دوين جاكسون على البنش. اليوم الساحه مفتوحه امام داريان تاونز ليأكد انه هو الاجنبي الرقم 1 بفريق الرياضي. هشام، مازن، تاونز اند باسل 3-2 guys because they are overloading. Mazen on this pass you go to the corner, if he relocate you follow and we end up 2-3 till the end. Okay, always this guy on the sides take the corner. If you overload, we trace. Okay, guys? No, Jack. Okay. Marcelo and Amer. Here. This is Chef. You have nine. Who is he? Amer. Nine. Nine, I need somebody more. الفارق نقطة لمصلحة الوثبة. دقيقة و40 ثانية متبقيين على الكوارتر الأول. الرياضي بالتأكيد قادر يفوز بهالمباراة، الرياضي قادر يأكد إنه هو الأفضل ب5 مباريات و5 انتصارات، لكن الأيوبي هون من جديد عم يحاول يصيب السلة من بعيد. هشام الحلو، هشام لداريان تاونز، رودريج عال، رودريج هو يلي رح يحرك الطابة. رودريج لا مازن منايمني، مازن رودريج مرة جديدة. باسل عم يجرب يعمل له سكرين لرودريج، 5 ثواني. مين رح ياخذ الشوطة تحت السلة؟ باسل بوجي بيبرم، بيتعرض للبلوك شوت. باسل بيتعرض للبلوك شوت من مارسيلو كوريا، وبسرعة بالفاست بريك بيروحوا لاعبي الوثبة. ترانزيشن ديفنس كانت كتير منيحة من لاعبي الرياضي، أيضا زون ديفنس 2-3 رغم الشيء عم ياخذوا الشوطة كانوا من برا وعم بيضيعوا بالاعاده. هون الدبل ديفنس يلي كان على باسل والبلوك شوت يلي عمله مارسيلو كوريا السوري البرازيلي او مارسيلو كوريا بحسب ما بسموه بسوريا. مع هشام الحلو عم بيسجل 3 نقاط، اول نقاط الحلو بدوري دبي ال31 واول سله بيسجلها من 3 بوينتس. التقدم للرياضي 18-16. برافو يا هشام، هيدا هو الحلو وهيدا اللعب الحلو يلي نحن ناطرينه بمواجهه فريقه العزام الحسين. القلق جدا طبعا على النتيجة، والقلق جدا طبعا من مواجهته لواحد من أفضل الفرق العربية والآسيوية، عم بحكي طبعا عن النادي الرياضي. بينما كويسنارد عم يضرب من المسافة البعيدة، وعم ينهي الكوارتر الأول بتقدم الوثبة بنتيجة 19-18. إذا الفريق السوري متقدم بفرق نقطة، لكن أكيد من الممكن الحديث عن فائز وخاسر بهالمباراة، لأنه الرياضي بأي لحظة بيقدر يعلي سكور، بأي لحظة بيقدر يفوز بالمباراة. أنا أكيد عنده الأسلحة الثقيلة اللازمة على البنش إذا قرر أحمد فران يظهر بانتصار كبير. تذكر إذا خسر اليوم الوثبة رح يصير عنده 5 نقاط، يعني رح يصير سلا 7 نقاط، الاتحاد السكندري 7 نقاط، الوثبة 5 نقاط، وبالتالي مباراة بكرة إذا فاز فيها هوبس رح يصير عنده 8 نقاط، وبالتالي بده ينطر مباراة الوثبة لأنه رح يكون عنده 7 نقاط أيضاً، تيشوف وين مركز هوبس ووين مركز الوثبة. وطبعاً الاتحاد السكندري اللي كان أنهى مبارياته ب7 نقاط، يعني هوبس إذا بكرة فاز بتصير عنده 8 نقاط، الوثبة إذا بفوز اليوم بيكون عنده 6-1، وفي حال فاز كمان بكرة بيكون عنده 8 نقاط. هيدا الأمر بيعني إنه الاتحاد السكندري بيكون خارج المنافسة. فوز الرياضي رح يغير كثير، رح يعمل خدمة كثير كبيرة بالتأكيد للاتحاد السكندري، وأكيد هناك خدمة أخرى له. بس على كل حال الأمر الأكيد إنه الرياضي بالصدارة، الرياضي متأهل، هوبس منه بعيد عن التأهل، هيدا امر اكيد وامر محسوم. مع اجمل سلات المباراه بنظري تمريرته لهايك كيوكشيان، الاسيست الرائع اللي عمله هايك ووصل من خلاله داريان تاونز الى السله،